نتابع وإياكم ما تبقى من هذه المسيرة التي جاءت لمطالبة المجلس المركزي بالنظر إلى قضية القدس والاهتمام بهذه القضية، إضافة إلى رؤية الفصائل الفلسطينية لانعقاد المجلس المركزي. على كل سأتحدث مع عدد من أفراد الفصائل. الأستاذ خالد الأزبط وهو الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية. أستاذ خالد، مناسبة هذه المسيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تأتي هذه الوقفة اليوم ضمن سلسلة فعاليات أقرتها فصائل المقاومة وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وذلك بسبب انعقاد المجلس المركزي مساء اليوم في مدينة رام الله. وطبعا هناك عدة رسائل يعني خرجت من هذه الفعالية وأيضا من مؤتمر فصائل المقاومة وستخرج حتى انعقاد هذا المجلس. أهمها أنه من المعيب على قيادة الشعب الفلسطيني كسلطة فلسطينية أن يعقد الإطار الرسمي لمنظمة التحرير بالمجلس المركزي في رحاب وفي حماية يعني آليات وجنود الاحتلال العدو الصهيوني الذي يحتل الضفة الغربية والقدس وهذه كل المناطق الفلسطينية المحتلة. أيضا هناك رسائل أهمها أن الشعب الفلسطيني والقوى الفلسطينية بكافة مكوناتها تطالب المجلس المركزي بإعلان رفع العقوبات عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل تام، وأيضا إتمام المصالحة الفلسطينية كرد مباشر على قرار الإدارة الأمريكية وإجراءات العدو بحق المدينة المقدسة، وأيضا وقف التنسيق الأمني بشكل كامل، ويعني إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية للجم العدو عن عدوانه ضد أبناء شعبنا واستمرار الاستيطان في الضفة والقدس وكل الأراضي الفلسطينية، وأيضا يعني التحلل الكامل وإعلان انتهاء ما يسمى اتفاقية أوسلو وما تبعها من ملحقات لاتفاقيات لم تجلب لشعبنا الفلسطيني إلا مزيدا من ضياع الأرض وهدر لحقوق الشعب الفلسطيني. أشكرك جزيلا أستاذ خالد الأزبط. نتحدث مع مزيد من المشاركين في هذه المسيرة وننتظر. يعني كما نلاحظ هذه المسيرة قبل قليل جاءت لمطالبات عدة للمجلس المركزي الفلسطيني لأكثر من جزئية، سنتحدث أيضا مع مشاركين آخرين. يعطيك العافية. الله يعافيك رب. مشاركة الآن للفصائل الفلسطينية في هذه المسيرة لمطالبات كثيرة للمجلس المركزي، ما هي مطالبتكم أيضا في هذا؟ طلبتنا من الرئيس عباس ومن المجلس أنهم يلغوا أوسلو ويبتعدوا عن أوسلو ويوقفوا التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي. هنا نحن في غزة وفي فلسطين لم نرى شيئا من المصالحة. قالوا مصالحة ولكن لا يوجد مصالحة. هناك المجلس سيجتمع، لابد أن يتخذ قرارات حاسمة وليس مثل كل مرة. شكرا جزيلا لك. أيضا نستغل تواجد أستاذ طلال أبو زريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية. أستاذ طلال، أنتم الآن تتواجدون في هذه المسيرة لمطالبات عديدة للمجلس المركزي وانعقاده اليوم، ما هي مطالباتكم؟ يعني هناك تحديات كبرى تجابه المشروع الوطني الفلسطيني، وبالتالي انعقاد هذا المجلس يجب أن يكون محطة ترتقي إلى مستوى اتخاذ قرارات بموجبها يمكن مجابهة هذه التحديات. نحن جربنا 25 عام من مفاوضات لم تجلب سوى الكوارث. آن الأوان لاتخاذ خطوة جادة ترتقي إلى مستوى التحلل من كل الالتزامات التي أملتها اتفاقية أوسلو ببعدها السياسي والأمني والاقتصادي وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال الإسرائيلي واعتبار العملية السياسية بحكم المنتهية. وعلينا مغادرة أي أوهام يمكن من خلال البحث عن راعي غير الولايات المتحدة يمكن أن ينقذ العملية السياسية، لأنها كانت مختلة الشروط والأسس طيلة 25 عام لم تجلب إلا الكوارث. الإجماع الوطني شيء مهم، هل برأيك هذا المجلس يحظى الآن بإجماع وطني من الكل الفلسطيني؟ كنا نأمل أن يشارك الكل في المجلس المركزي الفلسطيني، ولهذا مطلوب ما بعد المجلس هي دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للاجتماع الذي يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني من أجل وضع آليات لهذه القرارات ومن أجل وضعها موضع تطبيق والتوجه بالوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال حكومة وحدة وطنية ومن خلال إعادة بناء المؤسسات التي تشكل ركيز للنظام السياسي على أساس ديمقراطي واعتبار الانتفاضة والمقاومة خيار كفاحي قادر على رفع كلفة الاحتلال وتدويل القضية الوطنية الفلسطينية. هذا يحتاج إلى وحدة الكل الوطني الفلسطيني، وهذا ما نعمل عليه خلال المرحلة الحالية والقادمة. شكرا جزيلا أستاذ طلال أبو ظريفة. طبعا ننتظر بعض القيادات الفلسطينية التي تشارك في هذه المسيرة للحديث معهم حول مطالباتهم للمجلس المركزي التي ركزوا فيها على المطالبة على الأقل التخلص من اتفاق أوسلو، وأيضا المطالبة برفع العقوبات عن غزة
وأيضا التأكيد على خيار المقاومة الفلسطينية. سأتحدث أيضا مع الأستاذ إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس. أستاذ إسماعيل رضوان، لو تحدثنا، حركة حماس اعتذرت عن المشاركة في المجلس المركزي اجتماعاته، كان هناك عدة أسباب، ما هي مطالباتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حماس ربطت مشاركتها بالمجلس المركزي بأمرين أساسيين. الأمر الأول انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن يسبق هذا المجلس لأجل التوافق الفلسطيني ولأجل اتفاق على جدول الأعمال. والأمر الثاني أن ينعقد هذا المجلس خارج الوطن وليس تحت رابط الاحتلال، ليكفل أكبر وأوسع مشاركة فلسطينية لكل القوى الوطنية والإسلامية. انعقاده تحت حراب الاحتلال لن يكفل مشاركة قوى المقاومة، وسيحدد سقف هذه القرارات، وبالتالي للأسف لم يتم الاستجابة لهذين المطلبين. نحن ندعو المجلس المركزي المجتمع اليوم في رام الله إلى ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وعملية وترقى لمستوى التحديات والمخاطر التي تواجه القضية والقدس. وهذه القرارات تتمثل بالتالي: أولاً، لابد من سحب الاعتراف بالاحتلال الصهيوني وإنهاء ما يسمى بحقبة أوسلو والإعلان عن فشلها وبشكل كامل، ووقف الرهان على مسلسل المفاوضات العبثية، وقف التنسيق الأمني، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية والتسريع بخطوات هذه المصالحة، وخاصة فيما يتعلق برفع العقوبات عن قطاع غزة لتعزيز صمود وثبات ومقاومة شعبنا الفلسطيني، واعتماد خيار المقاومة بكافة أشكالها وعلى وجه الخصوص المقاومة المسلحة. وإذا كنا نتوافق اليوم على دعم انتفاضة القدس ووقف الرهان على أي مسلسل للمفاوضات العبثية أو ما يسمى بالبحث عن وسطاء جدد للسلام ورفض كل المشاريع التصفوية التي تواجه القضية الفلسطينية. أستاذ إسماعيل رضوان، انعقاد المجلس المركزي هل يمكن القول أنه يأتي ضمن مظلة الإجماع الوطني الآن أم لا؟ أنا لا أعتقد أن انعقاد المجلس المركزي يحوز على الإجماع الوطني، والدليل على ذلك أن عدة قوى لم تشارك بهذا، سواء من فصائل المنظمة مثل الصاعقة والقيادة العامة لم تشاركها، أضف لذلك من القوى المركزية حركة حماس لم تشارك في هذا الانعقاد، حركة الجهاد لم تشارك في هذا المجلس. كنا نأمل أن نحقق هذا التوافق الوطني الفلسطيني من خلال الدعوة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي يمثل جميع الأمناء العامين لقوى الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية. لكن للأسف هناك إصرار على انعقاد هذا الإطار داخل الضفة الغربية تحت حراب الاحتلال، وهذا يدلل على أن سقف القرارات لن ترقى إلى مستوى التحديات والخطورة. أضف لذلك أننا نسمع عن دعوة ما يسمى بالقنصل الأمريكي لحضور اجتماع إذا ما تم هذا الأمر، فهذا يدلل على أن سقف القرارات لن تتجاوز سقف أوسلو، وبالتالي هذا أمر محزن. وانعقاد المجلس المركزي بعد مضي 40 يوم من قرار ترامب يدلل على أن الجدية لم تكن متوافرة لانعقاد هذا المجلس. كان المفترض بمجرد إعلان قرار ترامب الباطل كان المفترض أن تنعقد الأطر والهياكل القيادية بكافة مناحي هذه القيادات لاتخاذ القرارات الحاسمة. نحن نؤكد اليوم لكل المجتمعين ولكل المتابعين لشأن الفلسطيني أن شعبنا الفلسطيني يتوحد خلف البندقية، أن شعبنا الفلسطيني يتوحد خلف أن فلسطين كلها هي لأبناء شعبنا، وأن القدس هي العاصمة الواحدة والأبدية للشعب الفلسطيني، وأنه لا تنازل عن أي شبر من الأرض الفلسطينية. ومن هنا نحن نذكر المجتمعين بأن شعبنا يؤكد على ضرورة التمسك بالثوابت وخيار المقاومة. شكرا جزيلا القيادي في حركة حماس الأستاذ إسماعيل رضوان. إذا مشاهدينا، وضعناكم في صورة مطالب الفصائل الفلسطينية في هذه المسيرة التي جاءت في ساحة الجنود المجهول بإطلاق يد المقاومة الفلسطينية، وأيضا بالإنهاء قضية أوسلو التي يراهن عليها الكثير. طبعا الشعب الفلسطيني وفصائله جمعاء لا زالوا كما أسلفنا يعني يرفضون قضية أوسلو.
كما نلاحظ. معي أيضا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد مدلل. أستاذ أحمد، أنتم الآن من ضمن الفصائل التي رفضت المشاركة في انعقاد المجلس المركزي، ما هي رسالتكم كحركة الجهاد الإسلامي للمنعقدين؟ نحن كنا نود أن يكون هناك انعقاد لإطار القيادة المؤقتة لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث الكل الفلسطيني يكون موجودا ويمكن من خلاله أن نضع استراتيجية فلسطينية وحدوية في مواجهة القرارات الصهيونية الأمريكية. لكننا مع انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، مع أننا رفضنا أن يكون انعقاده أيضا في رام الله وتحت حراب الاحتلال، فإننا نطالب الرئيس محمود عباس أن يعمل على رفع الإجراءات العقابية عن أهلنا في قطاع غزة، وأن يعلن بصراحة بقرارات جدية انسحابه من المفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني ووقف حالات التنسيق الأمني، وأن يعمل على دعم صمود شعبنا في انتفاضته في الضفة والقدس. ألا ترى عدم مشاركة حماس والجهاد الإسلامي هم من يعني الفصائل الكبيرة في فلسطين سيضعف قرارات هذا المجلس أو سيضعف الدعوة لانعقاد هذا المجلس؟ نعم، وجود حماس والجهاد الإسلامي يعطي زخما كبيرا لقرارات هذا المجلس. إذا كان الرئيس محمود عباس بداية قبل أن يتم انعقاد المجلس المركزي في رام الله أن يتم هناك تشاور مع حماس والجهاد الإسلامي حول انعقاد المجلس المركزي، مع أننا طالبنا بانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكن عدم التشاور وعدم وضع حماس والجهاد الإسلامي في جدول الأعمال للمجلس المركزي الفلسطيني، وأيضا عدم وجود نية لدى الرئيس محمود عباس بالانسحاب من المفاوضات وحديثه عن بدائل للمفاوضات عن أمريكا، يعني أن الرئيس محمود عباس لا يزال يدور في دائرة الفشل التفاوضي من جديد، ويعيد تجريب الفشل الذي عاشه الشعب الفلسطيني خلال ما يقارب الربع قرن. لذا لم نتوقع أن تكون هناك قرارات جدية على أرض الواقع يمكن أن يتخذها الرئيس محمود عباس من أجل وحدة الشعب الفلسطيني. لابد من وجود استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة هذه الإجراءات الصهيونية الأمريكية ضد قضيتنا الفلسطينية، خصوصا أن الرئيس ترامب بدأ بتنفيذ مشروعه صفقة القرن، وهو الذي يعتمد أولا وأخيرا على تصفية القضية الفلسطينية. أشكرك جزيلا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أستاذ أحمد مدلل. إذا مشاهدينا وضعناكم في صورة المسيرة الجماهيرية التي كانت قبل نصف ساعة من الآن في ساحة الجندي المجهول، والتي كان فيها دعوة من قبل الكل الفلسطيني أو الذين جاءوا هنا بترك قضية التمسك بأوسلو، وأيضا إطلاق يد المقاومة الفلسطينية والمداومة على انتفاضة القدس، وأيضا التحلل من كل القيود الإسرائيلية بالمفاوضات بترك المفاوضات، وأيضا وقف التنسيق الأمني كما طالبت عدد من الفصائل الفلسطينية. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي هذه الجولة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.